يختير احسن حارس فيها الجزائر، بينما هذه الكره وضعيه مناسبه، تسديده والهدف الاول، التسديده والهدف الاول عن طريق عبد المؤمن جابو. عبد المؤمن جابو في كره كانت تبدو خارج الاطار بعد تسديده اولى من بنوح. تسديده بنوح لم تكن قويه، لم تكن دقيقه، لم تكن ممرره بطريقه جيده، لكن تواجد القائد والخبير والفنان النتائج ماهيش كما يجب، بدليل انه يتواجد، بينما عبد المؤمن جابو يراوغ يراوغ يراوغ، والثاني الثاني بمجهود فردي متميز لهذا اللاعب عبد المؤمن جابو، وكأنه 20 سنة في عمره يتلاعب بالدفاع، يسجل بالطريقة التي يريد ويشاء، والمدرب راضي تمام الرضا. دائما صيفية، تغيير جهة اللاعب عبد المؤمن جابو، يوزع القائمة الثانية، توقيف هذه الكرة ثم تسديد، والثاني الثالث 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 الثالث، بوغل مونا، دخول موفق إلى أبعد الحدود، طريقة تسديد والتسجيل. شوف الكرة الأولى، تسديدة اصطدت بالدفاع، عادت لبوغل مونا الذي يخادع الحارس حاجي، والحقيقة حاجي ليس لك ما تفعل في هذه الكرة. ويلا إلى من؟ فرحاني، فرحاني وزع، والرابع، والرابع لمن؟ لعبد المؤمن جابو. ممن؟ من عبد المؤمن جابو. عبد المؤمن جابو وثلاثية له في هذه المباراة بطريقة استعراضية، تمريرة ولا أجمل ولا أروع، وارتماء استعراضية مثالية جميلة، يوقع بفضلها وعلى إثرها الهدف الثالث عبد المؤمن جابو. إذا نهاية المباراة بفوز وفاق الصيفي، الوفاق أبدع.